أيها الأخوة الكرام، صدقوا أنك إذا وصلت إلى شفير القبر وقد طهرك الله من كل الذنوب أنت الرابح الأول. أنت الرابح الأول حينما يأتي ملك الموت وترى مقامك في الآخرة تقول: لم أرى شراً قط. والذي غرق في الملذات والشهوات والموبقات ويأتيه ملك الموت يكون معه ملايين مملينة وما خلى متعة ما مارسها، يقول: لم أرى خيراً قط. لذلك البطولة لمن يضحك آخراً، لمن يضحك آخراً. من ضحك أولاً ضحك قليلاً وبكى كثيراً، أما من يضحك آخراً يضحك كثيراً ولا يبكي.